توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض وفق ما أعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعتبر الشيف أسامة السيد واحدا من أشهر الأسماء في مجال الطبخ في العالم العربي، ويعد الشيف أول من قدم برنامج طبخ على الفضائيات العربية، وذلك في عام 91 بعنوان بالهنا والشفاء، كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي.